الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أجرني الله وإياك من العذاب الأليم، وغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه وأطيعوه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نفس المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم خذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود الغاصبين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم انزل بساحتهم عذابك الأليم. اللهم أرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين وفي إيران وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين، اللهم عاف مبتلانا مبتلى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، شفعنا الغافل سقما ولا ألم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صراط المستقيم صراط الذين